رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانية أبو ريدة فكرة إلغاء مسابقة كأس مصر بالموسم الجديد بداعي ضيق الوقت لكثرة البطولات في الموسم الجديد 2018 و2019، بعد قرار الاتحاد الإفريقي كاف بإنهاء المسابقات الخاصة بها قبل نهاية مايو، وتحديدا قبل كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في 7 يونيو 2019 بالكاميرون، وهو ما وضع الجبلية في أزمة لصعوبة إنهاء المسابقات قبل نهاية مايو بسبب توقفات الأربعة للمنتخب الأول استعدادا لأمم إفريقيا، بخلاف بطولتي دوري إفريقيا والكونفدرالية والسوبر المصري والسوبر المصري السعودي.